واللي اتمسكوا وطلع اولادك يا دساس. وسبحان الله يا اخي كلهم اعترفوا عليك. اقول لك ايه يا علي بيه؟ الجهاد الايام دي اتدفس فيه عيال مش مؤمنين ايمان يقيني. اللي قبضنا عليهم في سينا مش هو التنظيم اللي احنا بنستعد له دلوقتي، والقيصر لحد دلوقتي مش عارفين هو فين. بس المعتصم يا فندم من ساعة ما دخل سجن المغارة وراجل ما نطقش بكلمة واحدة، ما تحركش خطوة واحدة. وجوده في حرب زي دي لمدة 20 سنة ممكن يغير قوي من قلبي. أنا عايز أعتذر لك عن أي حاجة في المغارة. كل واحد عمل اللي ضميره في الشغل اللي بيحتمه عليها زكريا. ما تقلقش أنا متفاهم ده كويس. مش هيطلع علينا النهار إلا إذا كنا بره الزنازين. خليفة وولي يا معتصم. فارس؟ ماله فارس؟ ماله بقى كتير وكتير قوي. البيل حد الأسبوع اللي فات بتحول له فلوس على حساب الجمعية. وزمانه دلوقتي شغال الله ينور، بيقبض ويصرف. أنا كنت متأكد إن ساعة الصفر دي ممكن تكون كمين من ناحيتهم، بس لدرجة إنهم يسيبونا نمسك شحنة السلاح دي كلها. كل اللي أعرفه إن العملية كلها على بعضها ملهاش قيمة عندهم غير إنك تصدق المعتصم وبس. نصدقه وندخله مع الدساس سجن المغارة. يعني من الآخر كده هم عايزينك تقلق من الدساس والمعتصم وكل اللي موجودين في المغارة عشان تخلي القوات بتاعتك تتجه ناحيتهم وتفضي الطريق للي هم عايزين ينفذوه. ولما الكارثه تحصل القوات دي هتتشتت وهيبقى سهل قوي على الدساس والمعنى انهم يهربوا. بس هم عايزين ايه بالظبط؟ وهينفذوا ازاي؟ وفين؟ اللي هينفذ اللي التنظيم عايزه دخل معايا مصر من اول يوم. كان زي ضلي بيتحرك معايا في كل حته. بس للأسف ما قدرتش أعرف هو مين ولا هينفذ إيه بالظبط. كل اللي قدرت أوصل له هو رقم. مشيت ورا الرقم ده كتير، اتأكدت إنه مش رقم حساب في بنك ولا رقم تليفون. بس للأسف في الآخر وصلت لده. تاريخ النهارده بالظبط كده، عشان كده كان لازم اجي النهارده واحذرك. بيشتتونا في تامين السجون، اكبر تامين مفروض كله يبقى موجود في مكان واحد دلوقتي. عديت البوابة، اتحرك حالا من عندك ومن غير ما حد يحس بيك. تمام يا فندم.
في ايه يا محسن؟ سيادة الرئيس جوه بيسأل عليك والمفروض تخش تسلم عليه. معقولة تخرجني بالطريقة دي؟ أنا خرجتك عشان تلحق تتصرف وتلغي الحفلة فورا. وأنا هحاول أشرح لسيادة الرئيس الموقف. ألغي إيه؟ أنت مش شايف المنظر عامل إزاي؟ سيادة الرئيس وضيوفه اللي جايين من الدنيا كلها خمس دقايق وهينزلوا القاعة. أي موقف إيه اللي هتشرحه يا رئيس؟ ساعة الصفر. والعملية اللي مسكناها في سينا كلها كانت تمويه يا زكريا. العملية الحقيقية هتتنفذ هنا والنهاردة. محدش عارف هي إيه بالظبط. جايز جدا يكون الهدف منها كل الناس اللي موجودة. أنت جبت المعلومات دي منين يا مبسوط؟ مفيش حاجة مفيش حاجة. بقى على طول خد بالك ما ينفعش تحرك خطوة واحدة من المكان ده إلا وانت لابس الماسك. احنا من هنا نقدر نشوف المكان كله مش كده؟ مفيش سنت في المكان مش قدام عينينا هنا. أمن البوابات، أي حد داخل يتفتش تفتيش ذاتي مهما كان، مفهوم؟ لو ساعة الصفر الهدف منها انهم يخلصوا الناس اللي في المكان يبقى احنا اكيد بنتكلم عن قنبلة موجودة هنا. ده نفذت عملية بالطريقة دي قبل كده؟ المفجر بيبقى بالاشارة. اول ما يتأكدوا ان الهدف في مكان القنبلة تليفون من اي حتة في الدنيا بيفجرها. يعني مش مفجر زمني؟ لا، لازم يتأكدوا ان الهدف في مكان القنبلة. المفجر الزمني ممكن يكون فيه نسبة غلط ولو 1%، وبالتالي انت دلوقتي عارف ان التنظيم ده ما عندوش حاجة اسمها غلط. عموما احنا في الحفلات اللي زي دي النظام الامني اللي فيها بيشوشر على اي اشاره خارجه من اي تليفون وبيحدد مكانها. يعني لو في قنبله زي ما بتقول وحد عايز يفجرها بالتليفون مستحيل. ولو النظام ده وقع؟ صعب انه يقع، مستحيل. ولو وقع يبقى الاشاره هتوصل، ولو في قنبله زي ما انت بتقول هتنفجر فينا كلنا. جايز يا محسن الكلام اللي قاله لك القيصر ده يكون مجرد تمويه من الزفت اللي اسمه التنظيم. بص حواليك يا زكريا، قيادات البلد كلها وكل اعضاء مجلس النواب موجودين هنا النهارده، ده غير الضيوف اللي جايين من كل مكان في العالم عشانها، الكاميرات، المراسلين في كل حته. يعني لو حصلت مصيبه في المكان ده البلد هتدخل في الفوضى اللي هم عايزينها. في ساعة صفر أحسن من دي بالنسبة لهم. يا محسن، تقدر تقول لي طلبت ليه تأجيل الحفلة؟ وليه القاعات اتقفلت؟ وهل عبد الغني بيفتش المكان كله؟ عندي معلومة بأن في تهديد للمكان. المعلومات دي كانت عندك وأنت في مكتبي ولا لسه واصلة لك من أوروبا حالا؟ حط الكنترول مقفولة على علاء عبد الغني وطارق وحد ثالث من الحراسات اسمه مش موجود في كشوف الحراسات. وانا مش هتعب نفسي واجري ورا اسمه لانه مالوش اسم من ساعه ما كان في سجن المغاره لحد دلوقتي. ايه ده يا محسن؟ معقول اتدخل ولد زي ده؟ ده كلام يا راجل. الواد اللي بتتكلم عنه ده هو الوحيد اللي يقدر يفكر بدماغ التنظيم بتاعه. يعني لو احتاجنا حد يساعدنا لازم يكون هو. اشمعنى يوم الحفله؟ قال لك ده هدف التنظيم الاول، اليوم اللي اختار يرجع فيه مصر يا محسن. مفيش وقت اشرح لك، انا واثق فيها حسن. لا، انت واثق في نفسك بس وبتعاند روحك. الهند اللي خلانا نلف حوالين نفسنا. عارف لو الموضوع ده وصل سياده الرئيس باسبابه ممكن يعمل ايه؟ وممكن النتيجه تكون ايه؟ وبالنسبه لك انت على الاقل؟ تخيل انت لو كل اللي بقوله انا صح، ساعتها هيبقى اقل مشاكلنا. مين اللي هيتحاسب ان القيصر دخل الحفله ومدنا بالمعلومه؟ انت عارف الدليل الوحيد اللي قدامنا ايه دلوقتي يا محسن؟ ان في قتال قتلة مجرم هربان من سجن المغاره وموجود هنا دلوقتي. المسرح ما فيهوش حاجه يا فندم. طيب تمام،
اللي شغالين في المطبخ تبع مين؟ دول بنجيبهم من الاوتيلات احنا اللي بنشرف عليها. كل واحد فيهم ليه ملف عندنا. لو انا اللي بتحرك في مكان زي ده هدور على اضعف حلقه وادخل منها. ومفيش اسهل من طقم كامل لابسين لبس موحد ومش من الامن. ايوه ده لو انت اللي بتتحرك. انا واللي بندور عليه واحد. اجمع لي كل افراد المطبخ والسرفيس. شيك عليهم واحد واحد وتاكد ان ورقهم سليم فورا. يعني ايه في واحد مش لاقيه؟ اسمه ايه الواد ده؟ فتحي عبد التواب حسن؟ اقلبوا الدنيا عليه، لازم تلاقوه، مفهوم؟ واحد زي ده بنفس السيرفيس ممكن يتحرك فين من غير ما يتشاف؟ يتحرك فين بس؟ المكان كله اتفتش، القاعة والمسرح فوق وتحت. طارق هات الجراجات كده. الجراجات فاضية يا فندم. في حاجة غريبة. ايه في ايه؟ الجراج الشرقي واقف فيه عربية تلاجة. الجراج ده بالذات المفروض انه مقفول ومتسلم من 72 ساعة. ما ينفعش يكون فيه أي مخلوق. كده في حاجة غلط. ممكن أوصل لهناك ازاي؟ مش هينفع تتحرك دلوقتي. خلاص الحفلة هتبدأ، أي حد هيشوفك هيصفيك. أنا هعرف أتصرف. حاول أنت تشغلهم بأي طريقة لحد ما أوصل للجراج. قول لي أوصل لهناك ازاي؟ في حاجة يا نصر؟ آسف يا فندم، حسن جه شايلنا عايز سيادتك في القاعة تحت. طيب روح أنت وأنا هاجي وراك. حاضر. اتفضلي يا ستي. دي التحولات اللي عملتها أنهار لفارس بحوالي 250 ألف دولار. ده كله ده طبعًا قبل ما هي تقفل وتخلع. بس أنا أمنت نفسي كويس وشلت معايا الفايلات. مش عشان حاجة، عشان كنت هشيرها وأفضحه. وافضحك انت كمان. سعيد انا ما اعرفش اي حاجه من اللي بين فارس وانهار. لو عايز تعمل حاجه فعلا زي ما بتقول اعرفني مكانه فين. ايه الحكايه؟ هل اتاخر ليه؟ ما وصل. تحت امرك فين؟ هو فين يا علي؟ هو مين يا فندم؟ سعادتك تقصد مين؟ مش فاهم. الهوادة اللي سلم لك عبد المحسن ثابت القيصر. عبد المحسن باشا ما سلمنيش حد. انا كنت في كنترول بأمن الحفلة. لوحدك؟ ايوه طبعا يا فندم لوحدي. قيصر هدف لازم تصفيه عليه. غير تحقيق ولا سجن. ده مجرم خطير ولازم نخلص منه. وانت اللي هتنفذ المهمه دي ومسؤول قدامي. مفهوم؟ تحت امرك يا فندم. بعد اذن سعادتك. فارس قدم على فيزة أمريكا وجات له الموافقة من أسبوعين. وعلى فكرة تذكرته النهاردة. معاد التذكرة الساعة كام؟ ثواني، كمان أربع ساعات.